وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني. أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. معالي الوزير، عندما نتحدث عن هذه التصريحات، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي والتي بالتأكيد تعكس همجية كما وصفتها وزارة الخارجية الفلسطينية، يعني الحكومة اليمينية المتطرفة وما تقوم به من انتهاكات في قطاع غزة، إلى أي مدى مثل هذه التصريحات ممكن أن يكون لها صدى عند الدول الأوروبية والأمريكية والتي تبدي تعاطفا مع دولة إسرائيل؟ أنا بداية كما قلت، أنا من غزة، تقول أن كما قلت أن هذه التصريحات تعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية، والمستغرب أن يستغرب العالم من هذه التصريحات. يجب أن نستغرب من هذه التصريحات لأنها تعكس طبيعة وعقلية هذه الحكومة القائمة على الرغبة في إبادة الشعب الفلسطيني، في تهجير بلاده، في إفاحته، في الحلول مكانه، في استكمال مشروع النكبة الذي بدأ قبل 75 سنة، حكومة الاحتلال أن تكمل الآن. هذه الرغبة عبر عنها قبل ذلك كل قادة إسرائيل جميعا، رغبة راضين بأن يصحوا من النوم فيجد أن غزة قد ابتلعها البحر. يعني وإلى جانب ذلك، فهذه التصريحات تعكس حقيقة الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، الهادفة إلى إفناء شعبنا في قطاع غزة. بالتالي يعني القصة يجب أن لا تكون مستغرب. المستغرب أنه كيف يمكن العالم أن يتفاجأ أن هذه حقيقة هذه الدولة التي أقيمت على أنفاق شعبنا، على نسبة شعبنا، على تهجير شعبنا، على مجازر دريقين والإقتابي خان يونس، كل هذه المذابح التي أعملت على شعبنا في معارك 48 أو في عملية التطهير الأرض التي تمت 48 حق شعبنا الفلسطيني، حتى حين يكون هذا وزير تراث، هذا التراث مصروف لأجل كل التراث الإسرائيلي أو التراث دولة الاحتلال القائم على سرقة تراثنا، موروثنا الثقافي المادي وغير المادي، اللغة الأثرية، تبعتنا، آثارنا، حتى ثوبنا، التبكي. بالتالي كل هذا العالم المصطنع الذي يصور الاحتلال على أنه حقائق يريد أن تطلع على الكلام، على أن يقصد العالم أن يستيقظ من هذا الصفات العقلية، لأنه دون أن يستيقظ تأمير العالم لا يمكن الحديث الذي يقيم من أجل استقبال الشعوب ومن أجل حرية الناس وحماية حقوق الإنسان أن يقف في وجه هذا الظلم الذي يتعرض له شعبنا، وأن يكون يتخذ القرارات الحازمة. ونحن كمان مرة لا نريد مجرد قرارات أيضا، لكن حتى المجتمع الدولي عاجز عن اتخاذ القرارات. تخيلي أن إسرائيل لم تقم بتنفيذ أي قرار للأمم المتحدة والجمعية العامة ولا لمجلس الأمن إلا القرار الوحيد الذي تحدث بإنشائها كما تعرفين. نعم. معنى قرار التقسيم ب 47 وبعد ذلك قرار الاعتراف بدولة إسرائيل ب 51. مع ذلك لم تعترف بأي قرار، لكن حتى المجتمع الدولي عاجز الآن عن اتخاذ قرار، لأنه الدعاية الإسرائيلية وكل حلفائها في العالم قاموا بتغذية عيون العالم، قبل العالم أن يكون أعمى ويكون مضللاً صار في محراب أو في دهاليز الدعاية المضللة التي تقوم بها دولة الاحتلال. طيب، هل معالي الدكتور عاطف أبو سيف يمكن أن يعني تفصل في فهمك لهذه التصريحات من وزير التراث الإسرائيلي عما يحدث الآن في غزة؟ هل يمكن ألا نقرأ أن هذه الألاف من الأطنان التي تم إلقاها على غزة بمعزل عن هذه التصريحات؟ بالمطلق، لأن ما يجري في غزة وعملية تطهير أرضي بشكل كامل المبادئ. أنا كنت يوم أمس في مخيم جباليا، هنا تم استهداف المنطقة التي تسكن فيها عائلتي. يعني كمية المتفجرات التي هزت المكان والشارع، وكنا طبعا بمعنى تطايرت الشظايا في كل اتجاه، وكمية المتفجرات التي ألقيت في المغازي وفي الدريج اليوم، وقبل ذلك في مدرسة بن زيد، قبل ذلك منطقة الفرنس، وبعد قبل ذلك مذبحة جبال الشايل الكبرى. كل هذه، هو ماذا فعل وزير التراث الإسرائيلي؟ عبر حقيقة عن طبيعة ما يجري. يعني هلا تستخدم قنبلة نووية أو تستخدم قنبلة بوزن 450 طن من المتفجرات بتنزل على منطقة زي مقيم جبالية في حارة صغيرة، تستهدف بيتا فتسقط معها
50 بيت كما حدث في مخيم جبانيا، او امبارح بيوت اسقطت قنبله واحده. بالتالي هو عبر عن حقيقه ما يجري، وبالتالي وحتى رده الفعل الاسرائيليه، لانه لا احد يريد ان يفضح نواياه، بالتالي رده فعل نتنياهو او جانت او جالنت وقاده الحرب ضد شعبنا عبروا عن هذا الغضب، لان هناك من يعبر عن النوايا الحقيقيه ويقول يجب بدأت الشعب الفلسطيني في غزه، ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزه، سواء هذه الحرب البربريه الهمجيه من البر ومن الجو ومن البحر وكميه المتفجرات التي ترسل الى قطاع. وقبل ذلك كثير اذا تذكر اول ايام الحرب قال ليس نرسل الى القنابل، يجب بس بمعنى ارسال القتل. هو بالتالي هذه الحرب التي تتم على مسمع ومرأة من العالم وتصفيق من المجتمع الغربي وأمريكا تحديدا، هذه الحرب هي لم تعد مجرد حرب على قطاع غزة، هي حرب ضد الإنسانية، لأنها تستهدف كل هذه القيم التي أقيم على التنظيم الدولي وكل هذه المفردات والمصطلحات الجميلة التي لم تعد تعني شيئا بالنسبة للعالم حين يرى كيف يمكن الدول التي تتحدث ديمقراطية والحضارة وكل ذلك في أوروبا الغربية تحديدا وحلفاء أن يصفقوا لمشاهد القتل ويبتهجوا لمشاهد رغيف الخبز المصدب بالدماء، أو لعبة الأطفال التي تبرز بيد طفل من تحت الركام ويصفق ويقول أن هذا حق الدفاع عن النفس. الاحتلال بحد ذاته هو انتهاك للقانون الدولي، بالتالي لا يوجد دولة احتلال في العالم لديها الحق في الدفاع عن نفسها، لأن وجودها بحد ذاته انتهاك لهذا الحق. شكرا جزيلا دكتور عاطف أبو سيف، وزير الثقافة الفلسطيني.